عمر بيلعبها عالي وعرضي خطره للين الزعيم يتقدم عن طريق اسماعيل في زعبيل ويعلن ان البنفسجي يسجل اول اهدافه. العين بالراس وصدارة دورينا حتى الآن. إسماعيل أحمد بصناعة عموري يسجل للعين أول أهداف إسماعيل المدافع الكبير يسجل أول أهداف في الدوري وأول أهداف في المباراة وأول الأهداف اللي ممكن تودي العين على الصدارة لأن العين ما تصدر الموسم. هذه الكرة اللي لعبها إسماعيل بصناعة عمر عبد الرحمن يعلن من خلالها عن تقدم الزعيم العيناوي إسماعيل في زعبيل بنظرية لا